توج المغربي بدر سيوان بلقبه الثاني على التوالي في صنف الصفوة برسم البطولة الإفريقية للترياثلون في دورتها 24 التي أقيمت منافستها على الضفة الجنوبية لنهر أبي رقرق. وقطع سيوان مسافة 1500 متر سباحة و40 كيلومترا على الدراجة و10 كيلومترات جريا في زمن قدره ساعة و58 دقيقة و10 ثوان. نتيجة جد مهمة بالنسبة لنا احنا كمغرب كدولة منظمة البطولة الإفريقية في دورتها 24. الفوز ديال بدر سيوان شيء جميل ورائع، كون أن الفريق ديال جنوب إفريقيا هو من أعرق الدول في هذا يعني في هذا الاختصاص، كذلك الرتبة الثانية بالنسبة لمهدي صديق، يعني عندنا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية في الصعيد الإفريقي، وكذلك بالنسبة لـ U23 أمين فريح اللي وحصل الصف الثاني، فهذا شيء مشرف. لقد كنت مصمما على الفوز بهذا اللقب لأن له نكهة خاصة، لأنني حققته على أرض المملكة وأمام الجمهور المغربي. أنا سعيد جدا بأن يعزف النشيد الوطني للمرة الثانية على التوالي في مسار الاحترافي. وأحرز المهدي الصديق الميدالية الفضية في ذات المسابقة، فيما توج الشاب أمين فريح بالميدالية الفضية في مسابقة أقل من 23 سنة. ولدى الإناث كان اللقب من نصيب جنوب إفريقيا شناء ويليامز التي تقدمت على مواطنتها جامي سيو فيرماس.